وجهة نظر بتول، تتفقي معه ولا تختلفي؟ أنا نشوف التعصب الديني هي مشكلة كبيرة جدا، لأن تخلي فينا نتناس وشوفها من كتر تعصب اللي جينا ننسوا إن ربي قال لنا وصى على احترام الأديان الأخرى، لكم دينكم ولي ديني مثلا. احنا من الواجب علينا نحترم الأديان الأخرى. تو هذا مش موضوعنا، مش هنحكي هلبة في الدين، لكن حنشوف حاجة تانية. تو الفقر جلال، الفقر يا جماعة كلكم، في مقولة اللي هي في مقولة اللي هي إن كان الفقر رجلا لقتلته. لأن إحنا كنا بنشوف المشاكل اللي موجودة في المجتمع كلها، كنا بنتبعه بدايتها حنلقوا الفقر. الفقر سبب الفساد، مثلا الفساد في الدولة. الفقر سبب إدمان المخدرات. الفقر سبب الإرهاب. الفقر سبب كل شيء، كل شيء سيء حنلقوا سبب. يعني لو كان مش 100% حيكون 90% الفقر. علاش الدول اللي قامت اللي دارت الربيع العربي كان بنشوفه بنلقوها دول مش فقيرة، يعني في اللي منها فقيرة فقيرة وفي اللي منها تعتبر يعني تعتبرش دول غنية جدا، لأن الفقر خلاهم أعمال عيونهم خلاهم يؤمنوا بحاجة هي وجدت باش تدمر بلادهم. فحتى احنا مثلا نتورو علاش درناها، مش مره لما طلعوا قالوا مش عارفه مرسيدسات بيوزعوا الخبزه، بنبدو زي دبي، معاشكم بيبدا مش عارفه قداش. استغلوا نقطه الفقر صح. اللي هي نقطه ضعف الناس صح. خلوهم يؤمنوا بالفكره هذه ويبدوا معاهم ويحاربوا معاهم. هي النقطه نتاعها جميله، علاش انك انت تخليك تفكر يا جلال. هل انا اي رده فعل ندير فيها او اي تصرف مني أنا نابع ولا عبارة عن حاجات انحطت لي وتوفرت لي باش انا درها؟ هو شوف يا مالك، كلامي قالتها بتول، يوم ما في تقشف ما فيش فلوس، انت شاب تكون نفسك، انت ما تلقى سيارة يعطوك مرتب. يعني قريب من قصن، قريب من الجامعات المتطرفه كيف تنشا، نفس الكلام اللي تقول فيه. يعني تخيل انت انسان زي ما قلت مبكري، انسان عادي طبيعي مارس في حياته طبيعيه، مشى يقدم عليه وظيفه رفضوه، مشى بيخطب البنت قالوا لا، يتعرض في الاضطهاد للشارع، لزوم مالي، لقى روحه في الشارع راقد، جي واحد اوى ووفر لك كل شيء يبي، يشبح له الولا والطاعي خلاص. فهمت؟ كان اي حاجه بيقولها له لان شنو ما لقاش الا هو قدامه. مرات يفور سمى الطريق يعني. ومرات مثلا يقنعوه بحاجه ان هذه حاجه مره واحده، انت حتمشي حتنفذ العمليه هذه، سواء بترمي علينا سواء كذا، واحنا حنوفر لك الحمايه وباسبور جديد وهويه جديده ونطلعوك من البلاد اللي انت فيها وتكمل حياتك. هم مش عارفين ان الطريق هذه لها خيط، انت مجرد ما شديت الطرف متاعها مازال حيشد لك حاجات تانية، ومجرد ما خشيت الامور هذه عمرك ما حتقدر تطلع من